السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين المغربي واللعاب الدولي شايبي رد على الاستفزاز الجماهير الأهلي، وقال بأن أمي أشرف من أي كان، ولم أتعود على طعطعة رأسي أمام أي أحد. يعني وين رد، يعني خاصة وين كان غادي يخسر ذاك الشحات، كان غادي يخسر له الكاريير واستعرب به. هذا هو الراجل الميدان بيناتنا، ضربني في الميدان انا نعرف كيفاش نرد لك في الميدان، ورد على روحه يعني امام الانصار تاع الاهلي وين وصلوه. يعني ماشي جايه توصلها انت تعايره بومباه وتعاير له ودير له منه، ماشي جايه كاع، ماشي جايه عاديه. ورد الدولي المغربي محمد شايبي لاعب يعني نادي المصري على استفزازات الجماهير الاهلي في مباراه التي جمعت الطرفين لحساب الجوله 31 من الدور المصري الممتاز. شو نقول لكم كلمه بكل احتراماتي، خاوتنا كاين حود مصريين وين نحترمهم، بصح الاغلبيه سمحوا لي يعني ما عندهمش روح رياضيه. شوف كيفاش رغم ان اللاعب تاع الاهلي وهو مصري يضرب ضيف عندك في الدار، تضرب ضيف عندك في الدار ما ضربها بسرعة. نورمالمون يعني الأهلي يعني ثاني فريق مور ريال مدريد في الألقاب، من ناحية الألقاب ثاني نادي مور ريال مدريد. الريال عنده 15 في أوروبا، والأهلي عنده 12 في الأفريق، وداوها من الوداد وداو وربحوا الرجاء، وجامي كان عندهم مشاكل ولا عندهم. لكن راك تشوف لاعب عنده مشكله مع لاعب الانصار، جايين مع الظلم، جايين مع الظلم. نورمالمون توقفوا في الوسط يعني، وتكون عندكم روح رياضيه عاليه، لان النادي هذاك راه يمثلكم وانتم تمثلوا ذاك النادي. نادي كبير الاهلي يعني نادي كبير، لازم تمثلوه باحسن تمثيل. ما قري انتم الاهلي هذا اللي يقول لك الاهلي كثر خير عيسى حياته. انا نقول لكم عيسى حياته ليلى علوي. ورد الدولي المغربي محمد شايبي لعاب نادي المصري على استفزازات الجماهير الاهلي في مباراه التي جمعت الطرفين لحساب الجوله 31 من الدور المصري ممتاز. وعرفت المباراة توجيه مجموعة من عبارات السب والشتم تجاه شايبي بعد لقطة طرده من المباراة، ليضطر الدولي المغربي ليرد عليهم في الملعب بحمل قميصه للأعلى. وقرر شايبي مواصلة الرد على استفزازات الجماهير الأهلي حين نشر على حسابه في الانستغرام مقطع فيديو من السب الذي تعرض إليه معلق في استاد القاهرة الدولي وفي الملعب الدفاع الجوي ظهرت أخلاق والقيم. وتبع شايبي والدتي أشرف من أي كان، كيفما كان ولم أتعود في حياتي على طعطعة رأسي أمام أي كان في الحلق يعني في من الخلق. ويرجع استفزاز جماهير الأهلي لشايبي على خلفية الواقعة التهجم التي تعرض لها من طرف حسن حسين شحات شهر يعني جوان من عام الماضي، ما دفع اللاعب المغربي الى مقاضته لاستعاده حقه المعنوي. شوف ناس شاهدت انا واحد اليامات وين كانوا تاع كيسموهم حتى المغاربه يعني وين استفزوا الشايبي، قال لك لو كان جا وخد اخر بصح هو عرف كيفاش يرد عليهم، هو عرف كيفاش يرد عليهم. وهنا نستعرب به انايا يعني استعرب بهذا اللاعب هذا اللي رد، عرف كيفاش يرد على روحه. شوف نورمالمون يحترموه، خاطش علاه اللاعب هذا راه لاعب يعني في المستوى، لاعب يمثل الدولة، يمثل البلاد، يمثل البلاد. هذه هي اللاعب يمثل البلاد، نورمالمون يعني احترام يعني تتكلموا بالعروبة وتتكلموا منا وتتكلموا من، لكن شاهدناكم يعني وين خاصة شو الجماهير المصرية لا تعترف بالروح الرياضية، ما كانش روح رياضية، كاين تاع نربحك نضربك ونربحك وما على باليش بيك. هذه هي
هذه يا خويا. عسكري غلط. ناس غلطة بزاف. ناس غلطة. حوس كيفاش والناوية. أودي ماشي سهلة ماشي سهلة. اللعاب يمثل البلاد والناس طايحة عليه. الناس طايحة عليه تعاير فيه ماشي حق والله ما حق قاع. والله ما حق قاع. هذه باش يكون على بالكم جماعة. شو بين كاينة مؤامرة ضد مولودية الجزائر. ما كان لا مؤامرة لا والو. لا هذاك بريزيدو راح وصايب. كاش مؤامرة بكاش مؤامرة. ما كان لا مؤامرة لا والو. بريزيدو راح وصايب. هذا مكان يزيدوا راحوا صحيح. كاين راكم غالطين. باش يكون على بالكم ناس غالطة. حنا نتمناو ان شاء الله بربي نتمناو كيما يقول لك هذا الشيبي هذا وين يرد الاعتبار روحو ما التالي كاع. ايوا باش يرد يرد اعتبار روحو خويا. كاين بزاف غلط. هما مازالو في الشرع مازالو في الشرع بيناتهم مازال. هو جدول ترتيب يعني وين بعد ال وين كملت البارتية. ايوا ثمانية وستين وين الأهلي مرتبة ثانية بستة وستين نقطة. المصري بورسعيد 52 نقطة. مودران سبورت 50 نقطة. الزمالك 48 نقطة. سموحة 45 نقطة. زاد 44 نقطة. سيراميك يعني 44 نقطة. ان بي 42 نقطة. الاتحاد اسكندري 39 نقطة. طلائع الجيش 36 نقطة. البنك الاهلي 34 نقطة. الجونة 33 نقطة. اسماعيلية هي 14 في المرتبة 14 32 نقطة. فراكو في المرتبة 15 30 نقطة. البلد محلة 16 في 24 نقطة. مقاولين العرب 21 نقطة. الداخلية 19 نقطة في المرتبة الأخيرة. أيوا ماشي سهلة خويا. هادي والله احنا ماذا بينا. علاش لا شوبير اهدر لنا على المباراه تاع الايفان تروا ان شاء الله بربي غادي نهدر غادي ندير عليها حصه صالح. غادي نهضروا عليها خويا. قلت لك ما غاديش نهدر. أودي بالتوفيق للمنتخب المغربي لإيفان طروا. بالتوفيق ربي يكون معهم إن شاء الله. هذه ربي يكون معهم خويا إن شاء الله.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد، واللي يمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله.